وللحديث أكثر عن تصريحات وزير الإعلام اليمني بأن إيران تتخذ من اليمن قاعدة للإضرار بدول المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز يين يمن صالح الجبري. أهلا بك سيد صالح، بداية كيف تقرأ تصريحات وزير الإعلام باتخاذ إيران لليمن منصة وقاعدة للإضرار بدول المنطقة؟ تفضل. شكرا جزيلا لك وللمشاهدين الكرام. إيران هي أعدت هذه الميليشيات، ميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ الثمانينات وهي تعد هذه الجماعة العسكرية المسلحة التي هدفها الانقلاب على سلطة الدولة والانقلاب على الشرعية، وهو ما تم في 2014 وحتى وصلوا إلى الاستيلاء على العاصمة صنعاء. نعم. ثم فتحت بعد ذلك الطيران إلى إيران في الأسبوع 28 رحلة طيران ذهابا وإيابا. في هذه كانت يأتي الخبراء من إيران ومن حزب الله، وكان هناك يأتي عبر البحر الأسلحة من إيران. حتى هذه اللحظة ما زال ميناء الحديدة تحت إدارة التصرف. نعم. ميليشيات الحوثي، وأيضا التهريب، والحوثي يجيد التهريب السلاح والمخدرات، وبالتالي هي تريد أن تحول اليمن إلى منصة عن طريق هذه الأداة الميليشيات الحوثي، كما هي حزب الله في لبنان، كما هي بعض الأحزاب في العراق وفي سوريا، كما أعلنوا صراحة بأنهم يعني يديرون يحتلون اليمن تحت مسمى ميليشيات الحوثي، وهي كما يقولون أقلية داخل اليمن. فهذا أمر أصبح واضح ومعلوم يعني لدى الجميع. سيد صالح، بحكم متابعتك للكثير من التفاصيل الجارية على الأرض، ما أشكال هذه الأضرار التي يمكن أن تتخذ من خلالها إيران اليمن منصة للإضرار بدول المنطقة؟ وهل الأمر باعتقادك سيتوقف عند دول المنطقة أم العالم ومصالحه لما تتمتع به اليمن من موقع استراتيجي؟ إيران هي تطمح بأن تعود إلى الإمبراطورية الفارسية، وهذا حلم قديم. هي الآن تقول بأنها استولت على 4 عواصم عربية اللي هي لبنان وسوريا والعراق واليمن، وتريد أن تستولي على السعودية والبحرين وكل دول الخليج وكل دول العربية. هي تريد أن يكون لها في كل دول عربية، وهو ما تحاول أن تزرع من الجماعات والميليشيات تحت مسميات جمعيات خيرية، جمعيات إنسانية، جمعيات إغاثية. هي تريد أن تستولي على مكة والمدينة، كما صرح ميليشيات الحوثي في 2014 أنهم سيحجون بالسلاح في مكة والمدينة، وعملوا يعني تدريبات عسكرية على حدود السعودية، وهما جعل يعني السعودية تتدخل بطلب من اليمن كتحالف. أيضا الإضرار بمضيق باب المندب التي تمر منه التجارة العالمية، إذا وهذه خطيرة جدا سواء على اليمن أو على مصر أو على كل الدول المطلة على البحر الأحمر، فهي أيضا تريد أن تحول اليمن إلى قاعدة عسكرية. ولكن يعني حتى هذه اللحظة يعني لم تصل إلى هدفها المنشود. سيد صالح، في المقابل كيف تقرأ هرولة بعض دول الخليج لتطبيع العلاقات مع إيران؟ هذا الذي يعني يزعجنا كيمنيين، أن تجد بعض الدول التي تقف مع الشرعية وفي التحالف العربي ثم تهرول إلى التطبيع، كما حدث من دولة خليجية هرولت للتطبيع مع إيران وتم استقبال كبير، وللأسف هذا الاستقبال كان هديتهم أن قدموا لهم يعني الساحل الغربي وما يسمى بحراس أو بحراس الساحل الغربي بالحديدة، سلمت للأسف الشديد لميليشيات الحوثي كهدية يقدمونها لإيران. هذه الهرولة تتناقض مع أهداف التحالف العربي الذي جاء من أجل يعني إعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء. ولكن هذه الدولة الخليجية هي معروفة وتقوم بأعمال يعني تخالف الأهداف التحالف العربي. سيد صالح، إلى السؤال الأخير لضيق الوقت، يعني كيف ترى السياسة الأمريكية حيال هذا التغول الإيراني في المنطقة واستخدام أذرعها كما ميليشيا الحوثي في زعزعة استقرار المنطقة؟ تفضل. مع الأسف هذه تبادل أدوار ما بين أمريكا وإيران على ما يسمى بالملف النووي، يعني واتخاذ اليمن للأسف كبش فداء،
في المفاوضات اليمنية وتنازلات ما بين إيران، ممكن إيران أن تبيع يعني الميليشيات الحوثي في أقرب فرصة، ويسموهم يعني شيعة الشوارع، ولكن هم أداة بيد إيران. وبالتالي أمريكا للأسف الشديد إعلاميا أنها مع الشرعية، ولكن في الباطن أنها يعني كأنها تعطي الضوء الأخضر لتمدد ميليشيات الحوثي، وكانت يعني ترجو منهم أن يتم إسقاط مدينة معرب، ولكن وجدوا مقاومة شعبية وجيش وطني، وبالتالي هناك لعب على الملف اليمني بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية مع الأسف الشديد. رئيس مركز يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.